مثالي. هنشوف المرة دي بقى في وجود حسام باونو داخل ال 18 وهيتقدم علي جبري واسلام جمال هيتصرفوا ازاي في الضربات الثابتة اللي بتجيلهم من اماكن في منتهى الجمال، ممكن تخلص مباريات بكرة او كرتين من غير بقى لا نقول شغل جماعي ولا شغل هجومي ولا شغل فردي. فرق بتكسب بالفاولات والركنيات، فاول موجود مستني باولو وعلي جبر اسلام جمال، بتلعب عرضيه خطيره مش ممكن اللي فاتت، خطيره خطيره، بيطالبوا بضرب الجزاء مش ممكن. هنشوف جريشه مع المساعد ضده ضربه ركنيه، ضربه ركنيه هنشوفها للمره الثانيه، بيقولوا لمسه يد وضرب الجزاء وبيقولوا له روح للمساعد جهاد جريشه ضربه ركنيه، هنشوف تاني اهي. ركز لنا بقى شويه، الله يبارك لك، بايده مش ممكن بقى، ده اسمه كلام بقى، ده اسمه هتعمل لكم مشكله النهارده، هتعملوا لكم مشكله. بص الكوره ادي الكوره، واحمد سامي بايده ولا دماغه؟ حد يقول لنا يا جماعه، حد يقول لنا، العنايه تكون من زغليل انا، لا انا في مشكله. بص هي العرضيه، احمد سامي دماغه ولا ايده دي، ولا دي ايده كاتب عليها دماغه؟ حد يشوفها ويقول لنا.